السلام عليكم شباب بريبتو. ان شاء الله النهارده هنحل مع بعض كيومولاتيف تيست نمبر 10 يونت 1 فرع الجبرا. تعالوا نبدا. بسم الله الرحمن الرحيم، بالصلاه والسلام على رسول الله الكريم. في نمبر 1 بيقول لي choose the correct answer from the given ones. نمبر 1 the solution set of the equation x plus 5 equals negative 5 in n is x plus 5. الابسوليوت تيرم للنيجاتيف 5 ايكوال 5. حل بقى الايكويشن عادي خالص. احلها ازاي عادي يا مستر؟ البوزيتيف 5 تروح هناك بالنيجاتيف تبقى 5 ماينس 5 اللي هي 0. نمبر 2 بيقول لي ذا سوليوشن سيت اوف ذا ايكويشن سكوير روت 3 اكس ماينس 1 ايكوال 2 ان ار از. خلي بالك هنا الحل كان ان، ان اللي هي الناتشرال نمبر 0 1 2 3 4 وهكذا، اما الار اللي هي الريل نمبر اللي هي كل اللي درسناه. نفس الطريقه نيجاتيف 1 تروح هناك بالبوزيتيف تبقى 2 بلس 1. 2 بلس 1 اللي هي 3، هنعمل ديفايدد روت 3 يبقى 3 اوفر روت 3. ما اجي ابص هنا مش هلاقي اكيد الانسر ده. ليه مش هتلاقيه يا مستر؟ لان هو مش بيتعامل مع الدينومينيتور يبقى فيه روت، بيتخلص منه دايما، بيعمل هنا ملتبلاي روت 3 وهنا ملتبلاي روت 3، تبقى فوق 3 روت 3 وتحت روت 3 ملتبلاي روت 3 تبقى 3، كانسل 3 مع 3 تبقى روت 3 فقط، تبقى لتر بي. في نمبر 3 خلي بالك برضو قبل ما نروح لنمبر 3 انا وانت ممكن تعملها بما انها مالتيبل تشوز، يعني تعمل كده 3 اوفر 3 روت 3. 3 اوفر روت 3 اللي هو الحل اللي طلع لنا، يطلع روت 3 على طول بالكالكوليتر. نمبر 3 بيقول لي اف 3 كوارترز، 3 كوارترز اللي هي 3 ارباع يعني اوف ذا فوليوم اوف اسفير، بتاع الفوليوم of sphere is 8 by cubic centimeter. ادي 8 by cubic centimeter. Then its radius length is not centimeter. طب والvolume بتاع السفير كام؟ الفوليوم عبارة عن، ركز معايا، 4 over 3 by r power 3. ده الرول بتاعتنا، القانون. وهنا 8 by. هكنسل الباي ده مع الباي ده، والفور دي مع الفور دي، والثري دي مع الثري دي، يتبقى ار باور 3 ايكوال 8، يبقى الار كيوبك روت ال 8 اللي هي 2 سنتيمتر. في نمبر 4 بقى بيقول لي ذا ايراشونال نمبر انكلودد بتوين 2 اند 3. عشان تعرف الايراشنال نمبر هو لازم تفهم الديفينيشن بتاعه اصلا. هو نمبر ملوش سكوير روت. طب ازاي اجيب حاجه ملهاش سكوير روت بين ال2 وال3؟ حط لي ال2 وال3 تحت سكوير روت. احطهم ازاي مستر تحت السكوير روت؟ دي بتدخل 2 تايمز 2 تبقى 4، وفعلا السكوير روت لل4 2، ودي 3 تايمز 3 اللي هي 9، سكوير روت ال9 3. ايه اللي ما بين ال4 وال9؟ 7، سكوير روت 7. Number 2 بيقول لي complete the following. Number 1 the solution set of the inequality negative x less than or equal to in R is. طبعا النيجاتيف دي هتروح هناك كده، بس خلي بالك احنا لما بنعمل divided negative الريليشن بتتعكس، تبقى more than or equal negative 2. طيب ايه هي النمبرز اللي اكبر من او تساوي النيجاتيف 2؟ تساوي النيجاتيف 2 يبقى تعمل من اول النيجاتيف 2، مور ذان النيجاتيف 2 يبقى لحد الانفينيتي. طبعا الانفينيتي اوبند والنيجاتيف 2 كلوزد. نمبر 2 بيقول لي ذا سوليوشن سيت اوف ذا انيكواليتي 3x ماينس 2 مور ذان ال1 ان ار از. النيجاتيف 2 دي تروح هناك بالبوزيتيف تبقى 3x مور ذان 1 بلس 2. 1 بلس 2 تبقى 3. هعمل divided 3 يبقى الـ x more than 3 divided 3
3 divided 3 تبقى 1. عايزين بقى النمبرز الاكبر من ال 1. الاكبر من ال 1 اللي هي 2 3 4 5 6 وهكذا لحد انفينيتي، يعني من اول ال 1. بس هو ما قاليش ايكوال ال 1 هنا. فعلا ما قالكش ايكوال ال 1، فانت هتعملها اوبند انترفال، وكده كده الانفينيتي بتبقى اوبند اصلا. Number 3 بيقول is the solution set of the equation x power 2 plus 3 times x power 3 plus 1 equals 0 in R is. خلي بالك لما يكون في 2 brackets كده multiplied والانسر بتاعهم بزيرو، فانت كأنك بتحل مسألتين، تعمل x power 2 plus 3 equals 0 و x power 3 plus 1 equals 0. البوزيتيف 3 تروح هناك بالنيجاتيف تبقى x power 2 equal negative 3. بعدين محتاج اخد السكوير روت، محتاج اخد السكوير روت للنيجاتيف 3. طب اصلا في حاجه اسمها سكوير روت للنيجاتيف نمبر؟ لا. يبقى هنا الحل فوق. لو جربت بالكالكليتر تعمل سكوير روت للنيجاتيف 3 تطلع ايرور. طيب اكس باور 3 بلس 1 البوزيتيف 1 تروح هناك بالنيجاتيف تبقى النيجاتيف 1. اخد الكيوب روت للنيجاتيف 1، النيجاتيف زي ما هي نيجاتيف والكيوب روت لل1 1، وممكن اعملها بالكالكوليتر. يبقى كده السوليوشن سيت بتاعي عباره عن ايه؟ عباره عن النيجاتيف 1 فقط. نمبر 4 بيقول لي اف 3 اند 8 كلوزد انترفال طبعا فروم 3 تو 8 از ذا سوليوشن سيت اوف ذا انيكواليتي a less than or equal x plus 2 less than or equal b then a plus b equals. بص معايا الموضوع بكل بساطة، ان احنا دايما متعودين يا بتبقى كده x more than or equal ال a less than or equal ال b، بس هو انا عامل plus 2 فانا عايز اخلص من ال plus 2 دي، فعامل هنا negative 2 عشان اخلص منها، وهعمل هنا negative 2 وهعمل هنا negative 2. فكده بقت x less than or equal a minus 2 و b minus 2. جميل. الانترفال بتاعتك من اول 3 لحد ال 8، يعني ال x ما بين 3 وال 8. فانت كده اصبح معاك equation a minus 2 هي 3 وال b minus 2 هي ال 8. النيجاتيف 2 تروح هناك بالبوزيتيف تبقى 3 plus 2 اللي هي 5. النيجاتيف 2 تروح هناك بالبوزيتيف تبقى 8 بلس 2 اللي هي 10. يبقى انت معاك ال A ب 5 وال B ب 10، ال A بلس ال 5 اللي هي 5 بلس 10 اللي هي 15. ننتقل بعد كده لنمبر 3 لتر A بيقول لي the volume of a sphere is 99,000 over 7 cubic centimeter. Calculate its radius length ومديك ان الباي 22 over 7. يبقى لازم احسب الفوليوم بتاع السفير اللي هو 4 over 3 باي r power 3. الفوليوم هنا 99,000 over 7 equal 4 over 3 multiply الباي اللي هي 22 over 7 multiply r power 3. هعمل لدول ملتبلاي اللي هما ال 4 over 3 تبقى 88 over 21 r power 3. عشان اتخلص من الفراكشن ده هعمل هنا ملتبلاي 21 over 88 واعمل هنا ملتبلاي 21 over 88. كنسل ده مع ده وده مع ده واروح اعمل لدول ملتبلاي. تبقى 3375. عايز اجيب الار يبقى اخد الكيوب روت للنمبر ده يبقى الار ب 15 سنتيمتر.
مسألة سيستماتيك يعني، بس خلينا نتأكد هو عايز الريديوس فعلا. عايز الريديوس، يبقى الـ R15. أقولها تاني سريعا، أنا بكتب الفوليوم وبكتب الرول بتاعته، بحط تحت الفوليوم الرقم اللي هو مدهوني، بعدين بعمل الـ 4 over 3، هو قال لي الـ by 22 over 7 كتبتها زي ما هي، والـ R power 3 زي ما هي. بعدين الـ 4 times 22 88، 3 times 7 21، بعمل هنا multiply 21 over 88 وهنا multiply 21 over 88، ده كده طلع كده، وال r power 3 طلعت كده، اخدت الكيوب روت فتطلع معانا 15. letter b بيقول لي find the solution set of the inequality negative 3 less than or equal to x plus 1 less than 7 in r in the form of an interval، يعني في صورة فترة. Then represent the solution set on the number line. هات لي السولوشن اعمله على number line. طيب فكرة الانترفال او الانيكواليتي دي بحلها ازاي؟ ان انا عايز اجيب الفاليو بتاعت x، فانا معايا هنا بوزيتيف 1 عايز اخلص منها، يبقى هنا نيجاتيف 1 وهنا نيجاتيف 1 وهنا نيجاتيف 1، ممكن اقول له كده add نيجاتيف 1 for each side لكل جنب. نيجاتيف 3 نيجاتيف 1 تبقى نيجاتيف 4، اكنسل ده مع ده تبقى 2x، 7 minus 1 تبقى 6. بعدين هعمل divide 2، هعمل هنا divide 2 divide 2 divide 2، ال 4 divided 2 تبقى 2 وهنا دول يتكنسلوا تبقى x، وهنا 6 divided 2 تبقى 3. يبقى انا كده اقدر بقى اقول السولوشن سيت بتاعي من اول النيجاتيف 2 لل 3. النيجاتيف 2 closed وال 3 opened. طيب عايز اعمل ده على النمبر لاين، تعالى نعمل ده على النمبر لاين. ادي 0 1 2 3 4 نيجاتيف 1 نيجاتيف 2 نيجاتيف 3 نيجاتيف 4 نيجاتيف 2 اهي، وال 3 اهي، وصل لي ما بينهم. وتركز معايا كويس جدا، النيجاتيف 2 كلوزد يبقى هتسيبها زي ما هي. طيب ال 3 اوبند فهنعملها اوبند، يبقى من نيجاتيف 2 كلوزد لل 3 اوبند. بعد كده نمبر 4 ليتر اي بيقول لي اف اكس ايكوال الانترفال بتاعتك من النيجاتيف 1 كلوزد تو 4 اوبند، والواي كلوزد انترفال فروم 2 تو 6 يوزنج ذا نمبر لاين فايند ايتش اوف ذا فولوينج اكس يونيون الواي، نمبر 2 اكس انترسكشن الواي. طيب ازاي احل ده على النمبر لاين؟ لازم ترسم النمبر لاين مبدئيا. ادي النمبر لاين، ادي 0 1 2 3 4 5 وهنا نيجاتيف 1 نيجاتيف 2 نيجاتيف 3 نيجاتيف 4 هنا 6. عايزين نعمل ريبريزنتيشن للاكس، الاكس بيقول لي من نيجاتيف 1 ل 4 فين النيجاتيف 1 اهي، فين ال 4 اهي، واجي موصل ما بين. خلي بالك النيجاتيف 1 كلوزد سيبها زي ما هي، طب ال 4 لا ال 4 اوبند. بعد كده من 2 ل 6 من 2 ل 6 تيجي موصل ما بينهم، ال 2 كلوزد وال 6 كلوزد. عايز الاكس يونيون الواي، الاكس يونيون الواي يعني من اول هنا من اول البدايه لحد النهايه، اللي هي من اول النيجاتيف 1 كلوزد لحد 6 برضو كلوزد. بعد كده بقى نمبر 2 بيقول لي اكس انترسكشن الواي، الانترسكشن اللي هو الجزء الكومن اللي فيه اللونين الاخضر والازرق، هتلاقي من اول ال 2 لحد ال 4. طب ال 2 ال 2 كلوزد وال 4 ال 4 اوبن. ليتر بي بيقول لي فايند ان ار ذا سولوشن سيت اوف ذا انيكواليتي اكس ماينس 1 less than 3 ماينس اكس less than or equal x plus 5 in the form of an interval في صورة فترة and represent it on the number line.
طيب انت عايز تجيب الفاليو بتاعت اكس، ركز معايا بقى عشان دي فيها فكره جميله جدا. انت في هنا انت دايما كانت بتجينا الانترفال كده، هنا مثلا 3 وهنا 5، انا عايز اوصلها للشكل ده، فعايز اخلص من الاكس دي والاكس دي، فهعمل هنا نيجاتيف اكس وهنا نيجاتيف اكس وهنا نيجاتيف اكس، واقول له كده اد نيجاتيف اكس فور ايتش سايد، يبقى دي تتكنسل مع دي يتبقى نيجاتيف 1، وهنا نيجاتيف اكس ونيجاتيف اكس تبقى نيجاتيف 2 اكس، وهنا نيجاتيف اكس هتتكنسل مع الاكس تبقى 5. جميل كده. عندك هنا 3 عايز برضو تخلص منها لانك عايز يفضل لك اكس فقط، فهتقول له اد نيجاتيف 3 فور ايتش سايد، يبقى هنا نيجاتيف 3 نيجاتيف 3 نيجاتيف 3، نيجاتيف 1 نيجاتيف 3 تبقى نيجاتيف 4، ودول يتكنسلوا مع بعض يتبقى نيجاتيف 2 اكس، و5 ماينس 3 تبقى 2. بعدين بقى هتعمل ديفايد نيجاتيف 2 طويله شويه. ايوه لا، وفيها فكره مهمه جدا، انك عملت ديفايد نيجاتيف يبقى الريليشنز دي تتعكس، نيجاتيف ديفايد نيجاتيف بوزيتيف 4 ديفايد 2 2، وهنا تبقى نيجاتيف 2 ديفايد 2 1، يبقى من اول نيجاتيف 1 اللي سمولست الاول لحد 2، النيجاتيف 1 كلوزد وال2 اوبن. تعال بقى نعمل ده على النمبر لاين، زيرو وان تو ثري نيجاتيف وان نيجاتيف تو، ادي من نيجاتيف وان للتو. التو اوبند اهي، فكرة جميلة ومهمة. لازم افهم انا حابب اوصل لايه عشان اقدر احل الاكزامبل. طبعا كده يا شباب كنت انتهى كيميتيف تيست نمبر 10، نلتقي ان شاء الله في كيميتيف تيست نمبر 11. اتمنى تكونوا استفدتوا من الفيديو، ليفل الاستفاده الاكبر والاكبر ما تنسوش تفوتوا انكم تسالوا على تفاصيل اونلاين على طريق رقم الواتساب اللي ظاهر قدامكم طول الفيديو. ما تنسوش يا شباب دعمكم بلايك وشير سبسكرايب، وفي الاخير تمنياتي لكم بالتوفيق وشكرا، والسلام الله عليكم.